المشاعر ظلت مع لارا جبتك ورا في السويت ورا اللعبة زي مو ضروري تسويها انت شو بكمل مشهد تكون؟ شو اللي كمالت بعد المشهد طبعا؟ انا بدي نحكي ندخل بالكلب ونحكي مع صاحبتي ونقول له بحبك وبهدي لك الكلب هذا احلى هديه وهو يدخل بدي احكي عليها يعني ندور نظر النظر اللي لازم تتحكم عم هيك فر لي هبل هذا تك ايش بيك هبلت ولا بعقلك؟ يقول لي الظاهر انت اللي هبلت بتكلم في السويت جبار خدعتني خدعتني ضحكته يا اخوي اسمع ضحكته ده
دال مو ضاء. اسمع ضحكته يقول ضحكته. اسمع هنا. خدعتني ضحكته ضحكته يقول. خدعتني ضحكته ضحكته لحظة. وخانتني دمعتي. خدعتني ضحكته ضحكته. طيب انت ما تقول كذا. تفخمها انت. ضحكته توضح الضاء. خدعتني ضحكته وخانتني دمعته. خدعتني ضحكته وخانتني دمعته. وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. أنا بسب ذا السوري ذا مو بدخل في شنو شنو؟ طيب طيب الحين بسأل سؤال. الحين أنت يا باشا وش مقعدك هنا؟ قم انقل عنخم ودنام. أنا أبغى أتمرن على قبار مو جاي على بالي أشوفك قدامي. ديو يلا كرهك. غنيت غلط. يلا فتح على البراد. لا تبغى تتمرن ولا يحزنون. وأنا ما أبغى أغني والناس تسمعني. أبغى أغني كذا بالحالي عشان أنشز. مضبط الفكرة مصهم رب الفكرة وفكر بغنية لحتى أكون خرى وغنية في الفكرة كنترول شحية الحكي الحكي مضبط غنية لحتى أنا أعرف أشتغل عليها. أي فكرة؟ الغنية البطيخة اللي بدك تغنية. أنا قلت لك بقول قولي أحبك وانتهى الموضوع. وانت تقول وانت تقول لهم قالت حار ها على مفكرنا بتحبه. هي بتحبني انا. قالت لي قالت لي غنت لي. يقول انا ليش حار حبك انا كثير. صح صح غنوه غنوه غنيه بالليفلات الماضيه. يا اخي دخلك في الناس. انت غني انت صوتك انت دخلك في العالم. دور حاجه سمبل عبالي بالسطح. قالت لي قالت لي ناديني تلاقيني بحبك ودايبه فواك مثلا. ناروتو ها ناروتو. حتى انت تتابع ناروتو؟ كلب يا سبيستون. شنو انت تتابع ناروتو؟ ايه اسمع سيدي تتابع ناروتو وتوتي تيتو 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 ومين بعد؟ و ناروتو وتيتو و و شنو باي شنو هلا السيف والرقعة الخامسة ما ادري استنى شنو شنوبي 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 ايه هزيم الرعد. لا يا شيخ هزيم الرعد زمان هذا. ليه حتى يعادوا فيه في سبيس تون؟ لا فيه شو اسمه فيه تو تي تو فما شو اسمه ساموراي ساموراي 7 ساموراي 7 شو اسمه هذا ساموراي 7 اللي احمر له قرون جازورا يدوروا الالماسة. يا اخي اللي لابس احمر ومعاه بنت وله قرون وشعره طويل ابيض يدور الالماسه يجي على يا اخي مو شنو باي يا تفرج فيه الفيلم هذاك المسلسل ايه الفيلم ايه الصيني الصيني هو انا كذي جرسون جرسون خالص. طيب يلا يلا ابراهيم تعال خلينا نغني الاغنيه. يا اخي شو اسمه ديل انيوشا ها انيوشا 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 Oh.
شاء الله قلت.